وللمزيد من التفاصيل حول تدريبات الفريق اليوم ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. أمير أهلا بك. أهلا بك يا آية وأهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أمير عاوزين نعرف كواليس التدريبات النهاردة ونطمن على حالة المصابين. طيب خليني اقول لك النهارده طبعا الفريق استأنف تدريباته وعقب الهزيمه من نادي الزمالك بنتيجه 2-1 في الجوله الاخيره من بطوله الدوري العام، بالتالي النهارده كان اول يوم خصوصا بعد الراحه اللي حصل عليها لاعبي النادي الاهلي بالكامل خلال الامس. النهارده التدريب ابتدى بالتحديد في تمام الساعه 5 عصرا، كان من المفترض ان هو يبتدي في تمام الساعه 4:30، لكن كان في اجتماع من الكابتن حسام البدري للاعبين للحديث عن المباراه السابقه امام نادي الزمالك والحديث ايضا عن الاخطاء اللي ارتكبها او ممكن يكون وقع فيها لاعبي النادي الاهلي خلال هذه المباراه، وضروره ايضا التركيز في المرحله المقبله الهامه للغايه بالنسبه لفريق النادي الاهلي خلال مواجهتي الاسيوطي في دور الثمانيه من بطوله كاس مصر وايضا مواجهه فريق الترجي التونسي مع بدايه دوري المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا، وهي البطوله الاكثر اهميه بكل تاكيد للنادي الاهلي وجماهيره. خليني اقول لك على طول ان المران ابتدى يا ايه وكان في بعض التدريبات البدنيه الخفيفه بالنسبه للفريق ككل، وبعد ذلك تم تقسيم الفريق لمجموعتين، مجموعه اللي هي شاركت في المباراه بالكامل وكان ليهم بعض التدريبات الاستشفائيه في ارض مختار البيتش وبعديها بعض التدريبات الاستشفائيه الاضافيه ايضا في صاله الجيم، والمجموعه الاخرى وهي اللي ما شاركتش خلال المباراه الاخيره بشكل كبير، ودي كان ليها تدريبات بدنيه قويه وايضا بعض التدريبات الكره، ويمكن من خلال بعض الفقرات بالنسبه للكابتن حسام البدري خلال التمرين واللي بيشرف اكيد على التمرين بالاضافه للجهاز المعاون، كان في فقرات او كان في تدريب على الكرات العرضيه بالنسبه للاعبين وادوها بشكل جيد سواء المهاجمين او المدافعين، وفي هذه اللحظات التقسيمه الاخيره وهي اخر فقرات المران النهارده هي تقسيمه باشتراك جميع اللاعبين المتاحين بالنسبه للكابتن حسام البدري اليوم، وتقسيمه الواضح ان هي قويه، واضح ان في تركيز كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني على طوي صفحه الهزيمه من امام طبعا فريق نادي الزمالك وضروره التركيز في المرحله المقبله. لكن بالنسبه للاصابات وده شيء يمكن اكيد مهم جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وبالنسبه كمان للكابتن حسام البدري عشان يستغل بعض اللاعبين خلال الفتره المقبله، زي ما احنا عارفين سعد سمير كان تعرض لاصابه في مباراه الزمالك السابقه وهي عباره عن كدمه قويه في الركبه، النهارده سعد عمل اشعه لسه نتيجتها ما طلعتش، لكن مبدئيا سعد سمير هيغيب على عن مباراه الاسيوطي في كاس مصر ان شاء الله بعد غد، وان شاء الله ممكن يكون متاح في مباراه الترجي، وده على حسب نتيجه الاشعه اللي هتطلع واللي هتحدد اكيد المده او مده الغياب الخاص بسعد سمير، واللي اكيد نتمنى ان هي تكون مده بسيطه عشان يكون متاح في الكابتن حسام البدري في المباريات المقبله وبالتحديد بعد مباراه الاسيوطي وبدايه من مباراه الترجي ان شاء الله اللي هي مباراه اكيد في منتهى الاهميه. لكن بالنسبه لوليد ازارو، وليد ازارو زي ما احنا عارفين عنده زي شد خفيف كده في العضله الخلفيه كان تعرض ليها في مباراه بتروجيت المباراه قبل السابقه، وليد ازارو لسه الموقف بالنسبه له ما اتضحش، لكن ان شاء الله في محاولات لتجهيزه لمباراه الترجي، هو خلاص مؤكد ان هو مش هيلعب ايضا مباراه الاسيوطي المقبله، لكن في محاولات جديه طبعا لتجهيزه لمباراه الترجي خصوصا هو احد العناصر المهمه في خط هجوم النادي الاهلي، تركيز كبير جدا على تجهيز هذا اللاعب لمباراه الترجي ان شاء الله، اكيد نتمنى له العوده سريعا للمشاركه في مباريات التدريبات طبعا الاول ثم المباريات مع النادي الاهلي. لكن ايضا في لاعب اخر النهارده ما شاركش في التدريبات خالص وهو احمد حمودي، وخصوصا ان هو بيعاني من نزله برد ودرجه حراره مرتفعه، فبالتالي النهارده ما شاركش في التدريبات، هو متواجد في النادي لكن ما شاركش في التدريبات بسبب درجه الحراره المرتفعه. فيما عدا ذلك جميع اللاعبين جاهزين ان شاء الله من الناحيه الفنيه ومن الناحيه البدنيه ان شاء الله للمرحله المهمه المقبله، واللي اكيد نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي بدايه من مباراه الاسيوطي ان شاء الله في كاس مصر ثم مباراه الترجي التونسي في بطوله دوري ابطال افريقيا. أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا.